الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. عندما تنظر إلى صور ومنتجات المسيرات الليلية أو للمسيرات الغاضبة الليلية المتجهة للشارع الرئيسي وترى العدد الكبير والحماس الثوري عند فئات الشعب المشاركة في هذه الاحتجاجات، تستطيع أن تقول أنك في ثورة وعشت الثورة وشاركت بكل ما تستطيع في هذه الثورة وقدمت ما تستطيع من تقديمه لهذه الثورة من أجل الحرية والكرامة. من المؤسف بعد أكثر من 5 سنوات وبعد سقوط أكثر من 150 شهيد وآلاف الأسرى ومئات المطاردين والمهجرين، إن ترى الآلاف التي كانت حاضرة في الساحات تتقلص إلى مئات أو عشرات، وترى الذين كانوا من أوائل المشاركين في هذه الاحتجاجات يتجولون في المنتزهات والحدائق والمجمعات أو جالسين في بيوتهم ونسوا دماء الشهداء وإخوتهم في السجون، وآخرون باقون في الساحات صامدون منذ أكثر من 5 سنوات إلى الآن. لا تدع الثورة تقتصر فقط على مجموعة من الشباب، بل شارك بكل ما تستطيع. أعيد الوهج الثوري لهذه الثورة يا إخوان، فإن عدتم عند هذه النقطة علقكم النظام على المشانق وأذلكم، فإن نصف ثورة انتحار. لا تتركوا المطالب وتجلسوا في بيوتكم بحجة وجود مشاغل، فأنتم محاسبون أمام الله، ولا تخافوا من بطش النظام، فجميعكم مستهدفون سواء جلستم في بيوتكم أم خرجتم وشاركتم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر المنافقين بأن لهم عذاب أليم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. صدق الله العلي العظيم.